حياكم الله مشاهدينا واهلا وسهلا بكم الى هذه الحلقه من برنامج في المنتصف. الملف الاول سيكون حول سوريا، اما الملف الثاني سيكون حول مؤتمر برلين 2 حول ليبيا. والبدايه من سوريا، حيث افادت مصادر بالمعارضه السوريه اصابه عنصرين من القوات التركيه بقصف مدفعي للقوات السوريه على بلده كان صفرة بمنطقه جبل الزاويه جنوب ادلب. للمزيد ينضم الينا من حدود تركيا السورية السيد مصطفى النعيمي الصحفي السوري. أهلا وسهلا بك معنا سيد النعيمي، وأنت بحسب متابعتك للأحداث، كيف جرى هذا القصف والذي تسبب في إصابة عنصرين من قوات تركيا في جبل الزاوية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك أستاذ محمد والسادة المشاهدين الكرام. نعم، ما زالت الحملة العسكرية الهمجية لقوات النظام السوري مدعمة بعناصر مشاة من الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات مستمرة منذ قرابة الأسبوع الثالث على التوالي. نحن نتحدث ما بعد الانتخابات، حتى هذه اللحظة لم تهدأ الساحات المشتعلة. نحن نتحدث اليوم عن تطور أيضا جديد آخر، وهو الاستهداف القاعدة التركية أو القاعدة العسكرية التركية والتي تتمركز فيها جنود أتراك، حيث تم استهدافهم بشكل مباشر بموجب القذائف المدفعية المستخدمة حديثا والتي قد جربتها من روسيا. بمعنى آخر، أنها هي رسالة من الجانب الروسي للمعارضة بشكل عام، أي أنه القبول بما يعني بنتائج تلك الانتخابات، وكل ما يحصل اليوم سنشهد له تصعيدا آخر، ربما قد نشهد معركة موازية لما حصل في سراقب وغيرها. كل هذه يعني طيب، كل هذه الحملات. لكن سيد النعيمي اسمح لي قبل التحليل، في أسباب وخلفيات هذا القصف، في هذا الاستهداف وقصف نقطة تركية في بلدة كان صفرة بجبل الزاوية، ما التفاصيل في هذا الحدث؟ نعم، تم استهداف النقطة العسكرية بشكل مباشر من قبل مدفعية قوات النظام السوري المتمركزة في القرب من نقاط التماس مع جبل الزاوية بشكل عام. نحن نتحدث عن مدينة بلدة كان صفرة، وهي في قرى إحدى قرى جبل الزاوية، وهي من أهم القرى الاستراتيجية التي تسيطر على منطقة بشكل عام، وهي التي تشرف بشكل كبير على منطقة سهل الغاب التي تتمركز فيها تلك الميليشيات، والتي من خلالها قد أطلقت أو من مناطق سيطرتها قد أطلقت تلك المخذوفات استهدفت القاعدة التركية. هنالك جريحان بالنسبة للجانب التركي، وكذلك هنالك عدة جرحى بالنسبة للمدنيين المتواجدين بالقرب من تلك النقطة العسكرية. لكن ما أتحدث به اليوم هو عملية يعني توسيع نطاق العمليات العسكرية. يعني اليوم نحن نتحدث عن محور جبل الزاوية، الآن الانتقال إلى مدينة الأتارب أو فوج 46، هذه النقطة التي تتمركز فيها الميليشيات الولائية أيضا تقوم بالقصف على مدينة الأتارب. بمعنى آخر، أن كل تلك التحشيدات التي كنا نتحدث عنها منذ قرابة الأسبوعين حتى هذه اللحظة قد أتت كلها، واليوم هم متجمعون في هذه النقاط وتم فرزهم على الساحات وتم الإيعاز بشكل مباشر للبدء بتلك العمليات أو الانتهاكات التي تحصل. لكن ماهية الرد على تلك العمليات العسكرية هنا هي النقطة الفاصلة. كيف سيتابع هذا المجتمع الدولي كل ما يحصل في المنطقة؟ كيف سيتم الرد عليه في حين هنالك قرار قد نترقب صدور قرار بتمديد إدخال المساعدات الإنسانية؟ كلها هذه عوامل يعني بالنتيجة هي عوامل تسعى لها روسيا من أجل دفع المنطقة بشكل عام إلى إيقاف كافة المساعدات الغذائية أو الإنسانية التي تدخل عبر معبر باب الهوى، ومن ثم تسليمها للنظام السوري. كلها رسائل ضغط على الجانب التركي طيب، وجانب المعارضة السورية بشكل عام من أجل الرضوخ إلى ماهية الحل بالنسبة لمفهوم الروسي. هناك قصف مستمر كما ذكرت من قبل النظام السوري وروسيا على مناطق المعارضة السورية في شمال سوريا، لكن سيد النعيمي، في هذا الاستهداف للنقطة التركية، ماذا عن الجانب الآخر؟ ماذا عن تركيا؟ كيف كان الرد؟ هل هناك رد أم ما زال يعني ليس هناك رد حتى اللحظة؟ حتى هذه اللحظة لم يصدر بيان رسمي من قبل وزارة الدفاع التركية أو حتى الجيش التركي، لذلك لا يمكننا التكهن بماهية الرد. لكن في السياق العام علينا أن لا نغفل أن القوات التركية قد ردت في معارك أو في هجمات مماثلة على تلك النقاط أو المرابض المدفعية وتم إخراجها على الخدمة، بل وحصل هنالك عدة قتلى لدى الجانب المهاجم، وهنالك قتلى قد شيعوا في المنطقة يعني منطقة الساحل بشكل عام. مع كل انتهاء عملية عسكرية نسمع أن هنالك مجموعة من القتلى من ضباط النظام والبعض
منهم قد يكونوا من الإيرانيين أو حتى من الروس، هنالك بعض الخبراء الروس ممن لا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية وإنما يتم جلبهم عبر وتشغيلهم عبر تلك الميليشيات كميليشيا فاغنر وغيرها. وهذه يعني هذه هي المعضلة الحقيقية التي يعني تسبب يعني استدامة هذا الصراع في عدم اتخاذ القرار الدولي بوقف كافة العمليات العدائية تجاه الشعب السوري. حتى هذه اللحظة لا يوجد هنالك قرار، لكن بحسب وسائل إعلام محلية بحسب يعني شهود عيان بأن النقاط التركية ردت على الاستهداف وضربت النظام السوري بعد إصابة عنصرين من القوات التركية، هل هذا صحيح؟ لم تصلني تلك الأنباء، لكن على ما يعني حسب رؤيتي ومتابعتي لكافة الهجمات أن القوات التركية تقوم بالرد على مصادر تلك النيران وتقوم بإخمادها، لكن عبر تصريح ببيان رسمي لها. حتى هذه اللحظة لم نتابع أن هنالك تصريح أو بيان رسمي للحكومة التركية أو الجيش التركي حول ماهية الرد على تلك الانتهاكات أو تلك التجاوزات من قبل الميليشيات. لكن أعتقد أن الرسالة هي يعني هي بجانب يعني الآن هي وصلت إلى الجانب الروسي، من المؤكد أن هنالك تفاهمات معينة على ماهية الرد وكيف سيكون الرد. لكن ما يقلقنا اليوم حقيقة هو وجود الطائرات المسيرة التي تعطي الإحداثيات بشكل مباشر إلى غرف العمليات المركزية التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية، بحيث يتم استهداف المدنيين أو المتحركين، أي جسم متحرك قرب نقاط التماس. نتحدث عن استهداف المؤسسة الدفاع المدني الخوات البيضاء عندما تقوم بإخراج انتشال الضحايا وجثامين الذين قد قضوا بالقصف. يتم استهداف الدفاع المدني بشكل مباشر، وقد ارتقى عدة شهداء نتيجة تلك العمليات الاستهداف أمام مرأة ومسمع من العالم، لكن لم يتحرك ساكنا. سيد النعيمي، ذكرت بأن هذا الاستهداف جرى بقذائف متطورة وهي يعني صح التعبير أكثر ذكاء، لكن هل تعتقد بأن هذا القصف هو يعني كان محدد لاستهداف نقاط تركية أم أنه قصف عشوائي؟ لا أعتقد أن تلك المخذوفات الدقيقة أن يتم استهداف بشكل عشوائي، وإنما هنالك خطة، يعني هنالك يعني صور وهنالك نقاط محددة للاستهداف وتم الاستهداف. ربما ليس لدى الجيش السوري أو ما تبقى من ميليشيات النظام السوري القدرة على إدارة تلك المعارك، لكن الجانب الإيراني هو من يقوم بتسيير كل تلك العمليات العدائية تجاه الشعب السوري. وهنا أرجح تلك النظرية على مع الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك البعض من تلك الميليشيات ممن قد أشرف على تدريبهم بشكل مباشر من قبل القوات الإيرانية أو عفوا الروسية أو الميليشيات الروسية، فمن المرجح أن تكون تلك الميليشيات قد زودتهم بالإحداثيات عبر القوات الروسية، قد زودت تلك الميليشيات بماهية الخارطة العسكرية في المنطقة والتحركات وتم الاستهداف. لا يمكن أن تقول أن هنالك قذائف صاروخية من نوع كراكستومبل قد تم الاستهداف بشكل مباشر لهذه النقاط وأنها عشوائية، وإنما هذه موجهة وبالليزر، أي بمعنى آخر أن الهدف ربما قد يعني الخطأ في نسبة تحديد الهدف لا تتجاوز 1%. بمعنى أصح أن هنالك يعني عملية مدروسة من أجل الاستهداف، وهي بنفس الوقت هي رسالة من قبل الجانب الإيراني للجانب التركي. ولكن ماهية الرد نحن نتوقع في حال لو استمرت تلك الانتهاكات سيكون هنالك تصعيد أكبر، ولربما قد نشهد معارك موازية لما حدث في مدينة سراقب وكذلك في ريف إدلب الجنوبي عموما. لكن هل تعتقد بأن هذا الاستفزاز إن صح التعبير من قبل قوات النظام وأيضا الميليشيات الإيرانية وروسيا لتركيا عفوا في الشمال السوري هو لأهداف أكبر من ذلك؟ هل هذا الاستهداف يعني مقدمة لمعركة ربما تكون في الشمال السوري؟ هل هذا صحيح؟ هل يعني هذا دقيق؟ ربما السيناريو الأقرب هو الآن هو قضية المعابر، عندما يطالب الجانب الروسي بإغلاق كافة المعابر أو إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري إلا تحت إشراف الدولة السورية أو ما يطمح إليه، أي تمرير المساعدات من عبر دمشق، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة وهنالك مجموعة من الدول. ونحن اليوم ننتظر اجتماع أو غدا ننتظر اجتماع والذي سيقرر بموجبه ماهية تلك المساعدات وكيف ستدخل تلك المساعدات إلى سوريا. وفي حال بقاء القرار على ما هو عليه وتمرير تلك المساعدات، ربما قد نشهد انفراجة أخرى في معبر آخر وهو معبر باب السلامة. نحن نتحدث عن معبرين بالنسبة للجانب التركي، معبر باب السلامة ومعبر باب الهوى، إضافة أن المطالبات الأمريكية بفتح معبر اليعروبية الحدودي مع العراق من أجل إدخال تلك المساعدات.
لكن بنفس الوقت علينا أن نغفل أن المساعدات العسكرية التي تدخل إلى سوريا عبر العراق ما زالت مستمرة، في حين لا تحتاج تلك المساعدات لأي طرف. يعني إن صح التعبير سيد النعيمي، هي معركة المعابر اليوم في سوريا، وهذا الاستفزاز لتركيا في شمال سوريا، هل هذا صحيح؟ لأن هناك أيضا جلسة مجلس أمن للبدء في تمديد آلية تقديم المساعدات للشمال السوري. نعم، هي كذلك، هي أرجح السيناريوهات المتوقعة بخصوص ماهية الاستهداف أو الرسائل المتوقعة من تلك الاستهدافات، وبنفس الوقت هي رسالة لجانب المعارضة أيضا، المعارضة السورية، أي أن المنطقة لا يمكن أن تبقى آمنة، وبنفس الوقت لمنع يعني البدء بأي مشاريع إعمار أو إعادة البناء الحياة إلى طبيعتها في هذه المنطقة، كي تبقى المنطقة رهينة المقذوفات والقذائف الصاروخية بشكل عام. وكل ذلك يساهم بشكل أو بآخر في عملية يعني نزوح مجموعة جديدة من المناطق القريبة من خطوط التماس. يعني اليوم نحن نتحدث عن مدينة الأثارب، وهي يعني منطقة محاذية للفوج 46 الذي يتمركز فيه إيرانيين، بمعنى آخر أن هذه المحاور قرابة 75 إلى 80 كيلومتر الآن باتت الآن رهينة القذائف الصاروخية أو المدفعية العشوائية لتلك الميليشيات، إضافة إلى الاستهداف بالقذائف الصاروخية الموجهة بالليزر. وختاما معك سيد النعيمي، هل تتوقع بأن يعني ينفجر الوضع في الشمال السوري مرة أخرى بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة في الشمال السوري؟ ربما ينفجر في حال عدم امتثال الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات للمطالب الروسية، وضمن هذا السياق يعني لا يمكن التكهن بماهية المرحلة القادمة، ولكن بموجب تلك الإملاءات الروسية ربما قد يتم ضبط المشهد، وفي حال عدم ضبط المشهد فلربما قد نشهد تطور كبير من قبل الجانبين، يعني لكن الصعيد من الجانب التركي إضافة التصعيد من الجانب الروسي الإيراني. وفي حال الصدام المباشر مع تلك الميليشيات أعتقد بأن الخاسر الأكبر هو الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات. كذلك هنالك من قبل الجانب المعارضة هنالك تجهيزات كبيرة وتحضيرات لاستهداف تلك القوات والرد على مصادر تلك النيران، وتقوم بشكل مباشر الرد على تلك الخروقات من قبل الجبهة الوطنية للتحرير، وأصدر عدة بيانات في عملية استهداف تلك يعني مرابط تلك المدفعية، وتم إخماد نيرانها في عدة مرات على لسان الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي المصطفى. شكرا لكم الصحفي السوري سيد مصطفى النعيمي، كنت معنا من حدود تركيا السورية على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم.